الصفوف الأمامية الأولى، هنا كنتحدثوا على السلطة، كنتحدثوا على الأمن، كنتحدثوا على رجال يعني القطاع الصحي والنساء القطاع الصحي، تفتت بأنه لولاهم لتضحياتهم لحضورهم القوي يعني العمل اللي قاموا به كبير على مستوى المواكبة وعلى مستوى المساعدة وعلى مستوى التلقيح، هو اللي يمكن بلادنا الحمد لله اليوم أنها تكون هذه الوضعية اللي هي وضعية الحمد لله مريحة. والحكومة تتفهم بكل ما تحمله كلمة التفهم من معنى تضحيات المهنيين وأطباء وقطاع الصحة. فالحوار راه موجود وسوف يتعزز أكثر في المستقبل، لأنه بلادنا ما يمكنش نذكر لهذه الفئة اللي ضحات يعني بنفسها باش الحمد لله نحميو المواطنين. ارتفاع تذاكر الخطوط الملكية أو الخطوط الجوية بصفة عامة، صحيح أن الحكومة اتخذت قرار ونشرته من خلال البلاغ اللي كلكم طلعتوا عليه المتعلق بالإغلاق، وهنا لابد من نأكد على واحد النقطة محورية وأساسية. الحكومة حينما تتخذ هذه القرارات فتتخذها بناء على معطيات دقيقة من اللجنة العلمية، وهذه القرارات هذه يتم مناقشتها وتمحيصها وقراءتها في جميع المستويات وجميع الاتجاهات، شنو غنربحو شنو غنخسر. لكن يجب أن نعترف بأن الحمد لله المكتسبات الثمينة اللي حققناها يجب أن نحافظ عليها، ولكي نحافظ عليها يجب أن نتخذ كل القرارات التي طبعا تنسجم مع الإطار القانوني الذي يمكن اتخاذ القرارات يعني في حالة هذه يعني الانتكاسات اللي كتعرف ولا هذه التغييرات اللي كتعرف على المستوى الدولي. ف ملي كتاخذ الحكومة بحال هذا القرار فإنها تأخذه لكي كيف ما قلت نحافظوا على المكتسبات. صحيح أنه بعد الأسعار ترتفع تنخفض، لكن المهم هو أن الحكومة عبرت على أنها مستعدة تعمل بعض الرحلات الاستثنائية واللي يتم من خلالها إما إجلاء مواطنين لدول أخرى بالمغرب أو لا أننا نساهموا في إعادة بعض المواطنين اللي بقوا ما قدروش أنهم يجيوا في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان تقريبا 48 ساعة ديال الأجل. فهذا الارتباك بعض المرات يؤثر لكن كيف ما قلت تأثيره ليس كبيرا. الآن على مستوى التداعيات ديال هذا القرار على القطاع السياحي، كيف ما قلت القطاع السياحي صحيح هو واحد من القطاعات الاستراتيجية المهمة واللي الحكومة كانت تعقد عليها أمالا كبيرة. فالوضع الدولي في العالم، مش غير في بلادنا، في العالم هناك تأثير على المجال السياحي والحكومة واعية بهذا الموضوع قد تبعه، لكن الحكومة مطالبة أنها تحمي المواطنين، مطالبة أنها تحمي الحمد لله هذه المكتسبات على المستوى النفسي والاقتصادي والاجتماعي، هذه مسؤولية. لكن في نفس الوقت هناك حوار مفتوح وهناك تفكير في كيف يمكن أن نحافظ على المكتسبات ولكن في نفس الوقت نسمحوا بالمستوى اللي احنا كله كنا نطمحوا ليه في انتعاش القطاع السياحي. الحكومة حددت أجل ديال 15 يوم، فمنين غادي توصل إن شاء الله الوقت؟ لأنه كما تشاهدون وكما يعني تتابعون وأنتم أهل الاختصاص، على المستوى الدولي الآن هناك شبه يعني جهل لهذا المتحور الجديد. المعرفة أو الحقيقة الوحيدة المعروفة هو أنه متحور يتحرك بسرعة وعنده سرعة كبيرة للتفشي، لكن قضايا أخرى صحية مرتبطة بتأثير على المناعة وتأثير على التلقيح ما زال ما معروفش. فاللجان العلمية تشتغل وتتابع هذا الموضوع هذا والحكومة تنصت، وإحنا غنشوفوا من هنا
يعني باش تكمل هذا 14 يوم اللي كانت في البلاغ، وتعمل على واحد التقييم دولي ووطني، وانا ذاك سوف تتخذ الحكومه الاجراءات المناسبه. لكن الحمد لله هناك حريه ديال التنقل داخل البلاد، هذا ربما سوف يعزز او سيعطي بعض يعني واحد من بيتيت بوفي اكسجين من خلال السياحه الداخليه. لكن الحكومه تتابع هذا الموضوع، وطبعا كيف ما قلت لكم هناك اولويات اساسيه يجب ان نحافظ عليها.